بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم النهاردة عن مادة حاسبات كلية هندسة جامعة عين شمس الفرقة إعدادي، وهنحاول نشرح من سلايدز الدكتور وسلايد تاني إن شاء الله عشان نحاول نفهم أكتر. هنتكلم عن شابتر 2 Data Representation Part 1. الشابتر ده بيتكلم عن Data Representation، يعني ايه؟ يعني how information is stored in computer، ازاي المعلومات بتتخزن في الكمبيوتر عندنا. بيقول لي هنا how is data represented in a computer. الداتا في الكمبيوتر بتتخزن عبارة عن بت، والبت دي smallest unit of information، هي اصغر وحدة معلومات للكمبيوتر. هي عبارة عن yes or no، يا اما يس يا اما نو، يا اما اون يا اما اوف، يا اما لو يا اما هاي، يا اما 1 يا اما 0، يا اما 5 فولت او 0 فولت. هنا زي ما بيقول لنا كمبيوتر سيستم اوبريت يوزنج باستخدام 2 فولتج ليفل، يا اما 0 يا اما 5، 0 فولت يا اما 5 فولت. بيقول لنا all kinds of information processed by the computer are expressed using باستخدام only these two value. اي kind من information بتتخزن في الكمبيوتر او بتrepresent باستخدام two value، زي ما قلنا يا اما yes يا اما no، يا اما on يا اما off، يا اما 1 يا اما 0، يا اما 5 volt to 0 volt. تاني حاجة هنا هنتكلم عليها هي number system. النمبر سيستم عندنا أربعة سيستمز، ديسيمال وباينري وأوكتال وهيكسا ديسيمال. الديسيمال اللي هو النظام العشري، اللي هو البيز بتاعه جاي من اسمه النظام العشري، يعني البيز عشرة، بيتمثل من 0 لـ 9، من 0 لـ 9 يعني 10 أرقام، عشان كده اسمه بيز عشرة. والنظام التاني الباينري البيز بتاعه 2، وبيبريزنت يا اما 0 يا اما 1، عشان كده احتمالين يا 0 يا 1 رقمين، عشان كده البيز بتاعه 2. الاوكتال 8، البيز 8 وبيمثل من 0 لـ 7، وعندي هيكسا ديسمال 16، ومن 0 لـ 9 ادي كده 10، ومن A ل F يبقى كله 15، يبقى من 0 لـ 15 يعني 16. هنا ال A لحد F، ال A دي عبارة عن، احنا قلنا من 0 لـ 9، ال A دي عبارة عن 10، وال B 11، وال C 12، وهكذا لحد ال F اللي هي 15. أول حاجة هنا هنتكلم عن ال decimal number. ال decimal means 10، يعني عبارة عن 10. هنتكلم أي number system هنتكلم عليه على ال base بتاعه. الديسيمال عبارة عن 10، العشرة دي اللي هي الديجيت اللي هي من 0 لـ 9. عندنا مثال هنا اللي هو 7329، بيتمثل ازاي؟ التسعة دي اللي هي عندنا زي ما كنا بناخد واحنا صغيرين اللي هي الأحاد، والاتنين اللي هي العشرات، والتلاتة دي اللي هي المئات عشان كده 300، والسبعة اللي هي الآلاف. فعايزين نمثل الرقم ده بالديسيمال. هنقول التسعة في العشرة، هو ده احنا بنتكلم على ديسيمال، يبقى في البيز بتاعه 9 في 10، فاحنا الديسيمال البيز بتاعه 10، يبقى 9 في 10، ودي أول ديجيت يبقى أس 0، الباور بتاعها 0 أو الويت، يبقى 9 في 10 أس 0 زائد 2 في 10 أس 1. هنكمل هنا برضو التلاتة نفس الكلام، 3 في 10 باور 2، و7 في 10 باور 3. هنجمع دول هيطلع لي الرقم 7329. مثال تاني برضو 26.75%. احنا قلنا هنا الجزء اللي هو الانتجر اللي هو الصحيح اللي هو 26، دي الستة اللي هي كأنها 10 أس 0،
فعشرة أس زيرو، والاتنين فعشرة أس واحد. طب اللي بعد العلامة اللي هو الجزء اللي هو اللي من عشرة ده عادي خالص، السبعة فعشرة أس ماينس ون. مش احنا بدايتنا هنا زيرو، يبقى اللي قبليها ماينس ون، والخمسة يبقى فعشرة باور ماينس تو. لو جمعت دول كلهم هيطلع لي الرقم اللي فوق ده. هنا في جنرال فورميولا كده، في الجنرال بتتكلم بيقولك اول حاجه الرقم باور عشرة باور زيرو، بعد كده باور وان باور تو لحد ما لا نهايه. طب قبل الزيرو ماينس وان ماينس تو لحد ماينس ما لا نهايه برضو. مثال تاني برضو عشان ناكد، هنا برضو عن الديسمال 412، الاتنين دي يبقى اتنين في عشرة باور زيرو زائد واحد في عشرة باور واحد زائد أربعة في عشرة باور اتنين، وهكذا يطلع لي برضو 412. الباينري النظام التاني اللي هو الباينري نمبر، احنا قلنا البيس بتاعه اتنين، الديجيت يا اما زيرو يا اما وان، 101 101 والبيس بتاعه بيتكتب تحت كده اتنين. عايزين نمثل دي يعني عايزين نحسبها ازاي طلعت لنا 101. الواحد في البيس بتاعها ده باينري والبيس بتاعه اتنين، يبقى واحد في اتنين أس زيرو، نفس الكلام برضو، والزيرو في اتنين أس واحد، وواحد في اتنين أس اتنين، نفس الكلام. بس هنا بيختلف البيز، انت بتضرب في البيز. هناك كان ديسيمال ضربت في البيز اللي هو عشرة، هنا باينري بضرب في البيز اللي هو اتنين. هنا لما ضربنا حولته لديسيمال، هنعرف ازاي نحول دلوقتي. الاوكتال البيز بتاعه احنا قلنا 8 في الجدول اللي فوق خالص، يبقى بكل بساطة هنضرب في البيز بتاعه، يعني 123 ده اضرب في البيز، يبقى 3 في 10 3 في 8 باور 0 اضرب في البيز. الباور او الويت ده ثابت، هو 0 1 2 وهكذا. الهكساديسيمال البيز قلنا 16، يبقى لو ال 12 دي هنضرب في البيز، يبقى 2 البيز بتاعها كام؟ 16، يبقى 2 في 16 باور 0، والواحد في 16 باور 1، نفس الكلام. دول الأربعة نمبر سيستم اللي احنا قلنا عليهم. لما باجي أحول بضرب في البيز، مش لما أجي أحول معلش، لما أجي أمثل الرقم ده ازاي جه، فبضرب في البيز بتاعه. ديسيمال بيس بتاعه عشرة، الجدول ده مهم. تاني حاجة عندنا هنا الكونفرزيشن، التحويلات بقى. هنا الرسمة دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي أي نمبر سيستم أوكتال أو باينري أو هيكسا عايز أحول من دول لديسيمال فبضرب. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف. مديني رقم باينري، بيقول لي حوله لي باينري تو ديسيمال كونفرجن، حول لي من باينري ده للديسيمال. طب ده باينري عايز احوله لديسيمال، بص على الرسمة اللي فوق، اوكتال او باينري او هيكسا بحوله لديسيمال، السهم رايح للديسيمال اهو، فبضرب. بضرب في ايه؟ بضرب في البيز بتاع الرقم اللي مدهولي، يعني ده باينري البيز بتاعه بيتكتب تحت اتنين، اضرب في البيز بتاعه. يعني برضو الواحد دي باور زيرو، يبقى واحد في اتنين باور زيرو، بضرب في البيز بتاع الرقم اللي مديهولي طلعت لي واحد، وهكذا كل الأرقام، وأجمع في الآخر هيطلع لي 25. 25 دي هتمثل لي بإيه؟ بالديسيمال. يبقى الرقم اللي هو مديهولي باينري ده بيساوي 25 بالديسيمال. يبقى أي رقم أي نمبر سيستم مديهولي عايز أحوله لديسيمال بضرب في البيز بتاع الرقم اللي مديهولي. هنا باينري ضربت في البيز بتاعه اللي هو اتنين. طب ده اوكتال، البيز بتاع الاوكتال كام؟ 8، اضرب في البيز بتاع اضرب في البيز بتاعه، يعني 5 في 8 باور 0، 7 في 8 باور 1، 1 في 8 باور 2، واجمع كل دول هيطلع لك 125. 125 دي ايه؟ دي الديسمال. يبقى 175 بالاوكتال بيز 8 بتتمثل لي بال 125 بالديسمال. تمام. طب تعالى بالهكسا، الهكسا مديني واحد سي اتنين، ايه السي دي؟
مش احنا قلنا الهكسا من 0 ل 9 ومن A ل F؟ طب السي دي ايه؟ احنا قلنا ال A اللي هي 10 وال B اللي هي 11 وال C اللي هي 12، يبقى السي دي 12. ده مدولي هكسا عايز احوله لديسمال، فبضرب في البيز بتاع الهكسا اللي هو الاتنين في 10 أس 16 باور 0، السي دي اللي احنا قلنا 12، 12 في 16 باور 1، واجمع يطلع لي 450. ايه ال 450 دي؟ دي اللي هو رقم الديسيمال بتاع الواحد سي 2. ده احنا اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو من اوكتال او باينري او هيكسا للديسيمال. طب لو العكس، لو مديني رقم ديسيمال وعايز احوله يا اوكتال يا باينري يا هيكسا، مديني رقم ديسيمال وعايز احوله لاوكتال او باينري او هيكسا ديسيمال، هنا عندي طريقين. بيقول لي هنا حاجتين، انتجر بارت وفراكشن بارت. لو انتجر يبقى اعمل ديفيجن هقسم، ولو فراكشن هعمل مالتيبليكيشن هضرب. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف. مديني 25 بالديسيمال، بيقول لي حولها للباينري. اطلع الرسمه اللي عندنا فوق، احول 25، احول رقم ديسيمال لباينري، فهقسم. لو انتجر 25 دي انتجر، يبقى هقسم. هقسم على ايه؟ هقسم على البيز اللي بحول ليه. ركز هنا عشان ما نتلخبطش. لما كنا بنحول من اوكتال او باينري او هيكسا للديسيمال، كنا بنعمل ايه؟ بنضرب في البيز بتاع الرقم اللي مديهولي. بس هنا بيقول لي حول من ديسيمال لباينري، يبقى هقسم على البيز اللي بحول ليه. يعني 25 ده بالديسيمال، حولها للباينري، هقسم الباينري البيز بتاعه 2، يبقى 25 على 2. اسمع دي خالص، يبقى ال 12 بقى 1، 12 على 2 فيها 6 وبقى 0. طب 6 على 2 فيها 3 وبقى 0. طب 3 على 2 فيها 1 وبقى 1. 1 على 2 فيها 0 وبقى 1. دي القسمه. لما نيجي بقى هنجيب الرقم ده باينري، نجيبه من تحت لفوق. يعني هنقول 11001 اهو، يبقى 25 بالديسيمال بيساوي 11001 بالباينري. ماشي. طب مديني رقم ديسيمال احوله لاوكتال، ده انتجر. يبقى هقسم على البيز اللي بحول ليه، 125 على 8 في 15 وبقى 5. ريماندر دي ريماندر اللي هي المتبقي، 25 على 8 فيها 7 فيها الواحد وبقى 7، سوري، والواحد على 8 فيها 0 وبقى 1. عايز اجيب الرقم بالاكتر من تحت لفوق، يبقى 1175، يبقى 125 بالديسيمال بيساوي 175 بالاكتر. طب الهكسا نفس الكلام، انتجر يبقى هقسم على البيز اللي بحول ليه، بقسم على 16 وهكذا من تحت لفوق. 1 12 2. طب ال 12 دي احنا قلنا اخرنا 9 ومن A ل F، يبقى ال 12 دي اللي هي C. تمام كده؟ تمام. يبقى كده احنا خدنا ازاي نحول من اي نمبر سيستم للديسيمال، وازاي نحول من ديسيمال لاي نمبر سيستم. لو انتجر فبقسم. طب لو فراكشن، يعني فراكشن يعني جزء من 10 اللي هو اللي بعد العلامة، برضو نفس الكلام، من ديسيمال لباينري، ده ديسيمال وعايز احوله لباينري، بس هنا يختلف ان هو بعد العلامة. فبعمل ايه؟ فبضرب. بضرب في ايه؟ بضرب في البيز اللي بحول ليه. نفس الكلام، لو انتجر بقسم البيز اللي بحول ليه لهنا، بضرب في البيز اللي بحول ليه. يعني برضو ادي الرقم اللي هو مدولي، بضرب في البيز اللي بحول ليه اللي هو الباينري بيز 2، اضرب في 2 عادي خالص، اضرب عادي. 2 في 5 في 10، صفر معايا الواحد، 2 في 2 ب4 و1 5. طب 2 في 1 ب2 و2 في 8 ب16، 6 ومعانا 16. اكتب 16 هنا وحاطط البوينت العلامة بعد 4 ارقام، حط انت نفس الكلام العلامة بعد 4 ارقام. الرقم اللي هيطلع اللي هو بعد العلامة ده شيله خده، يبقى كده انت معاك 1. اشتغل على اللي في المربع الاحمر ده،
اللي هو 0526.0. اضرب تاني في 2 نفس الكلام، بعد العلامة حط العلامة بعد 4 أرقام وطلع الرقم ده معاك، يبقى كده معاك 1 1، وهكذا وهكذا. اقعد اضرب لحد ما تصفر معاك. بص هنا بيقول لي ايه، بيقول لي ستوب وين عندما the fraction become zero، لحد ما الجزء الفراكشن ده يبقى زيرو. الأرقام بقى اللي هي الملونة دي اللي انت خدتهم معاك هو ده الباينري. بس هناك كنا بناخد من تحت لفوق، هنا هناخد من فوق لتحت، يعني يبقى الرقم ايه 1101. يبقى يبقى الرقم ده بالديسيمال اللي هو الفراكشن بيساوي كام بالباينري؟ 1101. تمام. مثال تاني برضو عشان نوضح، برضو مديني رقم ديسيمال اهو، عايز احول باينري وبرضو فراكشن. فراكشن يبقى نعمل ايه؟ يبقى هنضرب، نضرب في البيزل بحول ايه يعني 2. اقعد اضرب، او حط العلامة هنا بعد 5 ارقام، يبقى حط انت العلامة بعد 5 ارقام وخد الزيرو معاك، كمل الرقم ده اضرب في 2 وهكذا وهكذا. ايه ده، ده ما صفرش معايا وانا عمال اضرب، ضربت 6 مرات خلاص ما صفرش، بيضرب 5 أو 6 مرات وقف على كده، وهات من فوق لتحت، يعني يبقى 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1. بعد كده حط نقط يعني كأنك ما لا نهاية، infinity. تمام. طب من ديسيمال لأوكتال؟ لا ده أشوف من ديسيمال لأوكتال. طب integral ولا fraction؟ أنا بفكر معاكم كأني زيكم كده مش عارف أحل، لسه أول مرة أشوف المسألة. من ديسيمال لأوكتال، اه ده انتجرال فراكشن، لا ده فراكشن. يبقى هضرب، هضرب في ايه؟ في البيز اللي بحول ليه. يبقى مديني الرقم ده عايز احوله لأوكتال، بضرب في البيز اللي بحول ليه، ادي الرقم اهو، هضرب في 8 وهكذا. حطيت البوينت بعد 3 ارقام، يبقى احطها بعد 3 ارقام، طلع الاربعه والزيرو والسته والخمسه والواحد والسبعه معاك، ادي الرقم اهو 4 0 6 5 1 7 معاك، وما صفرش معاك، يبقى ايه؟ انفينيتي. تمام. هنا مثالين ومحلولين، حاولوا تجربوهم وان شاء الله هتعرفوا تحلوهم. هنا مديني رقم اهو بالديسيمال، بيقول لي حوله للباينري، بس الرقم ده فيه انتجر وفيه فراكشن، اشتغل عادي خالص. الجزء الانتجر كنا بنعمل فيه ايه؟ بنقسم على البيز اللي بنحول ليه، والجزء الفراكشن كنا بنضرب في البيز اللي بنحول ليه، نفس الكلام خالص. اشتغل هيطلع لك نفس الحل ده ان شاء الله.